حياكم الله من جديد. اليوم في الوسط الرياضي في انقسام حول قيادة الحكم المحلي للمباريات الجاية في الدوري السعودي. خلونا نكون واضحين كثير يعني في هذا الموضوع. إدارة النادي الأهلي من الواضح أنها ترغب بتواجد الصافرة الأجنبية لاعتبارات كثيرة، بعضها معلن وبعضها بصراحة مش معلن، وفي أندية عندها رغبة بمنح الحكم المحلي الثقة مثل ما أعلن رئيس نادي الخليج مؤخراً، واللي فسر تصريحه بأكثر من تفسير. الأهم بالنسبة لنا أكيد إحنا نشوف مباريات على مستوى ونشوف عدالة في أرضية الملعب بعيد عن كل الأمور والاعتبارات الأخرى.